وسونا اشتقت لك كتير، رح جيب المرة الجاية معي. انت عمي. وانت اشتقتي لها كمان؟ معناتها رح خليها تيجي فورا. يلا انا رح افتح. طيب شو رح تسمي هذا الدبدوب؟ ابني اجت مربية هلا واخدتها ليلى على غرفة المكتب وهن ناطرينك. إذا كان عندك شغل شوفه، أنا وما سهل عنا شغل مع بعض. كمال بيك بعد شوي بيجي. فيليز خانم، ما عندي وقت بنوب، رح أحكي بشكل مباشر. أنا عم دور على مربية مقيمة، خبريني عندك أي مشكلة بهذا الطلب؟ لا بالعكس مناسب. مواعيد علاج ما سال، يعني بقصة الدواء الأكل كلها معروفة، وحتى وقت اللعب والنوم. إذا صار غلط بهذا البرنامج بتصير مشكلة، ولازم كل ساعة تتصلي وتخبريني بالوضع. رح تخبرني بمواعيد الدواء تبعه ورح أخذ المعلومات الصحية اللي بتخصها والتزم ببرنامجكم. أكيد أنا حساسة شوي بموضوع الصحة، لهيك ما بتوقع يصير مشكلة بنوب. بس وقت النوم ووقت الأكل ووقت اللعب أو قائمة الأكل بطلب إنه يكون فيها شوية مرونة. السبب؟ اعتماداً على خبرتي وقراءتي لمواضيع بتخص هالشي، الطفل لازم ياخد حريته بالوقت وما لازم يحس إنه انضغط عليه. لا تفهمني غلط، هذا ما بيعني إنه ما بحب التزم بالوقت، بس بنتك عايشة جوات بيت مو بكتيبة عسكرية. وإذا جينا لموضوع الاتصال كل ساعة، بقدر أفهم خوفك وقلقك الزايد على بنتك، بس هي رح تكون أمانة عندي طول الوقت وتأكد إني حدير بالي عليها. برأيي إذا حاولنا نوثق ببعض أكتر صدقني حيكون الشغل بيناتنا أسهل بكتير، وبتوقع ما عاد في داعي تاخد معلومات عن بنتك كل ساعة. فيليز خانم، يمكن سؤالي ما له علاقة بالقصة، بس انتي بتحبي القطط؟ اي طبعا، مين ما بيحبهم؟ تعرفي شو قريت مقالة من كم يوم؟ حب الحيوانات بأعمار صغيرة ممكن يأثر على مستقبل الطفل بشكل إيجابي وينمي ذكائه، ومن هداك اليوم أنا متأكدة إنه هذا الشيء مهم كتير لوظيفتي. وكيف علاقتك مع الطبخ؟ أنا عملت دورة اختصاص بالكيك، ليش سألتيني؟ حلو كتير، ما سال بتحب الكيك بالشوكولا كتير. آه حلو كتير، بهالحالة فيني حضر أنا وياها كذا نوع من الكيك. طبعاً هالشي تحت إشرافي، المسؤوليات اللي منعطيها للأطفال بيكون في إلى تأثير كبير على مستقبلهم. يعني تخيلوا لما يشوفوا شخص عم يستخدم من نفس الشغلات اللي عملوها لحالهم، هالشي رح يعطيهم ثقة بنفسهم ما إلى حدود.